الفنانة دنيا بطمة تشعل نار الغضب المغاربة بعد إحيائها لعقيقة في عز الحداد وتوزع المساعدات بمبدأ شوفوني إليكم التفاصيل. ذكرت أحد المصادر الإخبارية بأن الفنانة دنيا بطمة في موقف غير مفهوم أحيت حفل عقيقة بمدينة سيدي قاسم في عز أيام الحداد المعلن في المغرب بسبب الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة. وكشف مصادر إعلامية أن المغنية ومعها المحتفلون ارتأوا إلا أن يكملوا فرحهم في يوم الفاجعة التي راح ضحيتها الآلاف. وذكر المصدر ذاته بأن الحفل أقيم بمدينة سيدي قاسم وأن دنيا قدمت خلاله أغاني شعبية تخللها رقص وفرح ومرح في الوقت الذي كان فيه المغاربة جميعا يتألمون جراء ما لحق إخوانهم بالأقاليم المتضررة. بعدما انتهت من السهر والحفل عادت المغنية إلى مدينة مراكش حيث تقطن ووثقت توزيعها لبعض المساعدات على مجموعة من الأشخاص المتضررين بحي الملاح من تأثيرات الهزة الأرضية التي ضربت مدينة مراكش. وقامت بذلك وهي محاطة بكاميرات وهواتف توثقها في الصور ضمن ما يعرف عند المغاربة بشوفوني كندير الخير، ونشرتها على حسابها بالإنستغرام. أما عن طريق الفنانة المغنية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد ترك كشف عبر حسابه الخاص بموقع سناب شات عن قلقه الكبير على بناته، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة المغربية. وأوضح والد الفنانة البحرينية حالة ترك عبر ذات المنصة أنه لا يستطيع التواصل مع بناته غزل وليلى روز ولا يوجد من يطمئنه عليهما، مرددا حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يتقاسم فيها محمد ترك مع متابعيه بمنصة التواصل الاجتماعي اشتياقه وحرمانه من بناته بسبب خلافاته مع طليقته الفنانة دنيا بطمة.